C'est bon. هذا سيستم بي دي اف مختصر، غنحاولوا نعتمدوا عليه بزاف بالنسبة ليتيود ديال هاد لو موديل. بالنسبة ل يعني الحدود ديال الدراسة ديالنا، كيف ما كيبان لكم هنايا انه عندنا لي سيو اريير وعندنا لي سيو افون، هادو هما اللي كيكونوا فيهم لي زيليمون دو سوسبونسيون. وما نساوش انه حتى لي غو الرويد حتى هما محسوبين معاه. بالنسبة للسيستيم دو سوسبونسيون، لو رول ديالو من بين لي رول اللي كيقوم بهم هو اسيغي لاديرونس بيرمانونت دي رو سور لو سول، يعني خاصو دائما يحافظ على لاديرونس ديال لي رو سور لو سول، اديرونس بيرمانونت. بيرمانونت مقصود بها دائمة. لاديرونس اشنا هي؟ هي الثبات والالتصاق ديال العجلات مع الارض، هذه هي لاديرونس. لو سيستيم دو سوسبونسيون خاصو يحافظ على هذه المساله هذه باش يكون عندنا واحد لو كونفور، يعني واحد الارتياح، واحد الراحه بالنسبه للسائق والناس اللي معاه من جهه، باش تكون عندي اون ستابيليتي دو فييكول، تكون طوموبيل ستابل وشاده ليكيليب ديالها في لا روت، باش عاوتاني تكون عندنا اون ستابيليتي ديريكسيونيل، يعني تكون عندي واحد لا ديريكسيون ايكيليبري اي ستابل، يعني ما تكونش طوموبيل كتبدا جره ليا لواحد الجهه معينه، وحتى لا ديريكسيون كتكون سامبل وكتكون سوبل وسهله وبسيطه، ما كتجينيش صعوبه في لا ديريكسيون، ما كتجينيش صعوبه في انني ندوز في واحد لو فيغاج، ما زيد 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 زيدوا عليها اوتر شوز هنايا، ما يعني خاص يكون عندي ان بون فريناج، راه كنا قلنا هذاك النهار باش لو سيستيم يدير لي هادشي. لو سيستيم دو سوسبونسيون يواجه عده اشياء اللي هي ما كتخليش يقوم به، هو خاصو يواجه هذيك الاشياء. شنو هما؟ عندنا لي زينيرجي فيبراتوار، يعني كاع هذوك لي فيبراسيون اللي عندي في الطوموبيل كامله. لي فيبراسيون كاينين ثلاثه انواع ديال لي فيبراسيون. كاين لي فيبراسيون اللي كيجيو ليا من عند لو موتور انه خدام كيفيبري، كاينين لي فيبراسيون اللي كيجيوني من عند لي رو، من عند الرويد مع الارض والحفاري وكذا والحجار وهذا، وكاينين لي فيبراسيون اللي السبب ديالو هو الميلان ديال السياره حسب الاتجاه ديال الطريق وداك الشيء. مثلا دون ان فيراج ولا في الطلعه ولا في الهبطه او لا في لاكسيليراسيون او لا في الفريناج، الطوموبيل كدير واحد عده حركات معينه دي موفمون لي خاص لو سيستيم دو سيسبونسيون يواجههم باش يحافظ لي على هادشي اللي قلنا هنا. زيد عليها لي رياكسيون ديناميك، هما هادوك الحركات اللي قلنا، لا فورس سنتريفيوج اللي هو فاش مثلا دون ان فيراج ولا هذا كنحسوا يعني بالاجسام ديالنا كتبغي تلاح برا السياره، هذه اللي هي اللي كنسموها لا فورس سنتريفيوج. زيد عليها ليطا دو لا شوسي، لا شوسي هي الطريق، يعني الحاله ديال الطريق حتى هي تؤثر. زيد عليها لي بنوماتيك اللي هما لي رو،
لي بنوماتيك المقصود بهم هما لي غو. هادو دابا كلهم ياك خاص لو سيستيم دو سوسبونسيون، يواجه ليا هاد الشيء باش يقدر يقوم بالعمل ديالو كما يجب. مفهومة هاد الفقرة هادي؟ فموس بالنسبة لي زوطخ، واش الصوت ديالي مسموع لكم مزيان الاخرين؟ ناصيري، بريش، اسماء، العمراوي، سلام مسموع الصوت مزيان. ناصيري، بريش، العمراوي، مزيان مزيان. عندكم نتوما صوت؟ مزيان. سامر، إذن نكملو إن شاء الله. دابا لي تيب ديال لي زيسيو، كنا قلنا شحال هادي عندنا لي زيسيو بهاد النوع، سي بون. نعاودو نشوفوهم اون ديتاي، هذا ديال لاريير وهذا ديال لافون. كيبانو لكم دابا لي زيسيو اللي طلعت داباك؟ كيبانو فوالا. هاد لي زيسيو عندنا اسيو ريجيد، هذا فيه جوج نوع، يعني كاين النوع اللي على اليمين وكاين النوع اللي على اليسار، لانه بالمنطق ما يمكنش الطاقه ان اسيو الكوش او الدروا مختلفين، راه ما يمكنش، هو غير من عود ما يديروا لك جوج ديال لي زيسيو دايروا هنا هنايا منصوصه، سي بون. هنا اسيو ريجيد نص فيه لامورتيسور مع الروسو محطوط بهذا الشكل هكذا، الشكل اللي هو عمودي فيرتيكال ياك. وهنا عندنا هذوك لي غوصو الام، دوك الليمت اللي دايرين هكذا، سي بون. هذا هو عندنا، هذا بالنسبه للقدام، كندوي على يعني لي سيو افون تران افون او لي سيو افون. عندنا هاد الشكل هذا، عندنا لامورتيسور مع الروسور، عندنا بغا دو سوسبونسيون انفيريور هو هذا، وعندنا بغا دو سوسبونسيون سوبيريور. لامورتيسور مع الروسور هما هكا. الى جينا للشكل الاخر اللي كاين هذا ياك، عندنا لي بغا نيت، ولكن عندنا امورتيسور شاد ليا في البرا انفيريور، ولكن الروسور ما كاينش. شنو الى رديتو البال انه الفرق اللي كاين بين هاد الصوره اللي على اليمين في الصوره اللي على اليسار هو لامورتيس او لا الروسور ما كاينش هنايا، ولكن كاينه واحد الحاجه يعني زايده هنايا وما كاينش في الشكل الاخر اللي فيه الروسور. شنو هي الحاجه اللي كاين اللي كاينه هنا وما كايناش هنا؟ بلاتي غادي ندير نكبر لكم الصوره باش يكون عندكم واضح هادشي مزيان. فوالا، نتمنى انه تكون واضحه عندكم الصوره. شنو اللي عندي هنايا ما كاينش هنا؟ استاذ ما كاينش الروسور. لا، الروسور كاين هنا وما كاينش هنا، شي حاجه اللي كاينه هنا في هاد الشكل اللي على اليمين اللي فيه لامورتيسور بوحدو، كاينه واحد الحاجه هنايا وما كايناش هنا، راه باينه. غير شوف هذيك النقطه، هذيك النقطه الحمراء، شنو هي هذيك النقطه الحمراء؟ النقطه الحمراء، تري بيان.
هذيك النقطة الحمراء هي بار دو تورسيون، بار دو تورسيون وراكبة طول ما راكباش عرض. كيفاش بار دو تورسيون؟ بار دو تورسيون ستون بار جعبة عامرة ياك، وكتقوم هي بالدور ديال الروسور، كتكون هي راكبة مفتولة، كتكون راكبة مفتولة. في هاد الحالة عندنا هنايا راكبة طول، وانتوما راكم قارين الديسان، يعني كنشوفوا فيها من بلاصة ديال الدورة ديال هذاك الشيء. علاش ما كتبلكش لابار؟ لابار ما بينش، ولكن كيبلك غير الراس ديالها هنايا اللي كاين. اما هي راه غاديه طول، يعني غاديه مع الطول ديال الفييكول، شاده ليا فليسيون هنا، وغاديه حتى بحال تقول حتى كتقرب شويه النص ديال السياره وحدها تما. وبطبيعه الحال الا كانت عندك لابار في هاد الجنب، غتكون عندك لابار حتى في الجنب الاخر. يعني هادو راه جوج ديال الاشكال مختلفين. هاد الشكل هكا كيفاش كيكونوا عندي هاد الليبرا بهاد الطريقه هادي، كنسموهم ابرا ترانسفيرسو سوبرپوزي. هادي ابرا ترانسفيرسو سوبرپوزي، اما كيكونوا فيهم لي غوسور اي لي كويدو اللي هما هادو، اما كتكون فيهم بار دو تورسيون. هذا شكل، وراه هاد لي بي دي اف عندكم في سميتو، عندكم في الكود. كاين عندي تيب دو ماكفيرسون. ماكفيرسون هي هاد الشكل هكا داير. الا رديتو البال كاين واحد الاختلاف بين هذاك وبين هذا، مختلفين بزاف، ما كاينش شي تشابه، يعني هذا مختلف بزاف عليهم. هاد النوع هكا كنسميه ماكفيرسون، سميتها هكا، هادي كنسميوها سوسبونسيون ماكفيرسون. عقلوا عليها. سي بون، هذا بالنسبه لافون، يعني اسيو افون. ها الشكل الاول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع، الشكل الخامس. ها هما دابا عندنا خمسه ديال الشكل ديال لافون. بالنسبه لارير عندنا هاد الشكل هذا اسيو ريجيد، هذا كنسمي اسيو ريجيد، يعني شاد من طرف حتى للطرف، وفيه لي غوسو الام، هما هادو اللي عندكم اون روج بالاحمر، دي غوسو الام. سي بون، عاد عندي هنايا اسيو ريجيد ولكن اون طول بالطوله. وي اسمع، شي مرات كيتقطع الصوت ديالك، كشي مرات كيتقطع الصوت ياك. بدا حبس كاع اي حاجه اللي عندي، غادي تقدر تقل الكونيكسيون حيدتها غير شي مره، ماشي ديما. المهم صافي دابا مزيان الصوت. نعاود الكلام اللي قلت دابا الاخر، قلت هذا ستة اسيو ريجيد اون فونت، يعني عندي هنا لو بون، وعندي لاربر دو ترانسميسيون اللي جايه من عند لا بواط، كتكون راكبه ليا هنايا. هذه دابا لونطري ديال لو بون. وكاينين عندنا لي كاردون، يعني الكاردات اللي كيدوروا ليا الرود، راه كاين وسط لو بون داخل هنايا، كاردات لداخل وخارجه من هنايا الكاردا، وكتدور ليا الرويضه اللي هي نفس الشيء. هادو اللي هنايا اون روج كنسموهم دي غوسو الام. عندي عاوتاني اسيو ريجيد اخر ولكن بالطوله،
اون طول، ها هو ايسيو ريجيد اون طول، فوالا هو هذا. وبطبيعة الحال داك هذا الاولاني هذا راه صحيح على الثاني بطبيعة الحال، ولكن حتى هذا كنقول ايسيو ريجيد. استاذ بالنسبه للاول كيدير غير الكاميوات في الطوموبيل اللي كيهزو مثلا تدخل اي ودي السياره اي ممكن تلقى حتى في بعض لي كات كات. صافي هذا الثاني اوكي تاورا كيكون في لي كات كات، كيكون في الطوموبيلات تاورا صحيح بلندي كنسمي اسيو ريجيد اون طول. عاد عندي هاد الشكل هذا فوالا، هذيك لا بار دو تورسيون اللي قلت لك ديك الساعه هي هذه اللي هنايا بالاحمر، هي هذه دابا كنشوفوا فيها هنايا بالعرض وكنشوفوا فيها هنايا من الجنب، هي هي فين راكبه؟ راكبه دابا هنا ابلاصتها هنايا. هاد لوبرا هو هذا اللي هنايا، يعني كنشوفوا من الجنب وكنشوفوا عرض. هذا دابا مشهد جانبي، هذا مشهد عرضي. وكذا استاذ هذه واش كتلاقى بين الروايده بجوج ولا كتلاقى غير بين الروايده والسياسي ولا شنو؟ فوالا هذه ما كتلاقيش ليا بين الروايد، لا كتلاقى من السياسي والرويده. هذه دابا فوالا السياسي والرويده، كل رويدة عندها لابار ديالها. فهمتي؟ كل رويدة عندها لابار ديالها. هنا هي عندنا جوج ديال الشكل دابا، راه غير انا راه هاد لابار ما كتلاقاش مع الروسور. الا عندنا الروسور ما كنديروش لابار، ولا عندنا لابار ما كنديروش الروسور. لحقاش الروسور ولابار كيقوموا بنفس الدور. هاد لابار فيها هاد اللي هاد اللي كان اللي كانيلور كنسميهم لي دون السنان، فيها دابا هنايا هي الراس ديالها داير بحال الراس ديال لارب ديال لابوات فيتيس. فهمتي؟ وكتفتل هي مثلا باش نفهموها، مثلا الرويضه طلعت، فاش كتطلع الرويضه هاد لوبرا دير هو بحال هذا شد ليا في لابر. فاش كتطلع مثلا الرويضه نفترض انه هنا عندنا لابار ما عنديش دابا الروسور، فاش الرويضه غادي تطلع هاد لوبرا كيطلع مع الرويضه بطبيعه الحال. فاش كيطلع مع الرويضه الا الا كان شاد فيه لابار هنا اش غادي يدير ليها هو؟ فاش غادي يطلع هكا غادي يبدا كيدور هكذا. فاش غيبدا كيدور يعني غادي يفتل لك لابار اللي شاد فيه هنايا. فاش غادي يفتلها لابار هي راه عامره لداخل ماشي خاويه. لابار فاش غتولي مفتوله اش غادي دير؟ كتحاول ترجع للحاله العاديه ديالها، يعني كتبغي هي تدور بالعكس. فاش هي كتبغي تدور بالعكس غادي بالعكس، ما غاديش تخلي هذا يدور، غادي تبغي دير ليه هكا يدور بالعكس. فاش تبغي هي تدور بالعكس غيولي هو مهبط لك الرويضه صحه باش الرويضه كتبقى ديما شاده ليا في الارض. هاد الخدمه هي اللي كيدير ليا هاد الروسور، الخدمه ديالو هي ديما كيبقى دافع الرويضه لتحت باش تبقى شاده ليا في الارض. وكذلك لابار كدير نفس العمليه. Est-ce que vous avez compris les autres?
فهمتوا هذه كيفاش خدامه؟ ندوزو عندنا برا ترانسفيرسال مع الروستور، عندنا هاد الشكل هكذا، هاد لوبرا ياك داير بحال هذيك لا فورشيت اللي كنا شفناها في لاتولي هذاك مع ياك، يعني غادي هو عرض وفوقو هذاك الروستور كيدفع لوبرا لتحت باش الرويده تبقى ديما هابطه ليا لتحت ما تطلعش الفوق، لانه دائما الرويده خاصها تبقى في تماس مع الارض، الا مشات الرويده حتى تهزات من فوق الارض راه ولات السياره في خطر. سي بون. وعاد عندي اتخوا بار، هالبار الاولى هالبار الثانيه وهالبار الثالثه، عندي هذا الشكل كيكون بعض المرات في لاريير كيكون لامورتيسور محطوط بوحدو والروسور معزول عليه، كنسميوها سيسبونسيون ا تخوا بار، هالبار الاولى الثانيه الثالثه، هذا الشكل هذا راه كيكون في بزاف ديال الطوموبيلات، هذا كثير هذا موجود اكثر يوقع انك كاتكاتش. لا في الطوموبيلات نيت كاين طوموبيلات بزاف فيهم هذا، بحال لوبيل في هادشي لوبيل و وسميتو في مرسيدس، كتلاحظو في الاودي فولكس فاجن فيهم هادشي كاين شي حاجه ديال الرونو كي حتى هي فيها هاد الشكل هذا. دابا كل طوموبيل واش كاين فيها سي بون، نرجعو هذاك البي دي اف، حقاش هذا هو اللي كان سبب لينا حتى مشينا كنشوفو هذوك الانواع ديال لي زيسيو، قلنا اسيو ريجيد سيمي ريجيد وكاين ارو انديبوندونت، يعني كل رويضه كتكون مستقله، كلمه انديبوندونت هي مستقله، الانديبوندونس هي الاستقلال. La suspension de bas, il consiste à interposer un élément élastique entre les roulants et la caisse. هنايا كيقول لك ماس نون سوسبوندو اي ماس سوسبوندو، هادو غير تعريف غادي نضبطوه. اشنو كنقولو بماس نون سوسبوندو؟ كنقولوها على هادوك لي بيس اللي ما كيبقاوش كيلعبو بزاف، يعني بحال كنقولو شبه ثابته. شنو هما؟ وهما لي غو، الروايد مثلا، الروايد شاد ليا في الارض، عندك الطوموبيل وداكشي لاخر كاروسري والكوتانات هادوك هما اللي كيبقاو كيتهزو ويتحطو بسبب لي زامورتيسور اي روسور، كنسموهم ماس سوسبوند.
بالنسبه لي زيليمون اللي كنستعملوهم في لا سسبنسيون باختصار هما هادو اللي قدامكم دابا، لي روسور اليكويدو مع لي زامورتيسور، بار دو تورسيون او لا بار ستابيليزاتريس، غصو غلام كنديرو هادوك لي غصو بنوماتيك، يعني هادو هما لي فونتوز، هادو لي فونتوز ياك هما بنوماتيك، فيهم غير البرد الهواء مضغوط فقط. وعاد عندنا هاد النوع ديال السفير اللي كانت اختارته شركة سيتروين، كنسموهم هيدرو بنوماتيك. علاش هيدرو؟ لحقاش فيه الزيت لتحت، بنوماتيك لحقاش فيه الهواء الفوق. هي ستون سفير دايره بحال كرة مقسومه بواحد الجلده في الوسط، والجلده عازله بين الزيت اللي كاين لتحت وبين الهواء اللي كاين الفوق. وهذاك الهواء اللي كاين الفوق سي ان غاز، ماشي الهواء كهواء، وانما ان غاز اللي هو غاز الازوت، لانه الازوت ما كيصديش. الى درنا الهواء، الهواء فيه الاكسجين، غادي يولي هنايا مصدي لي، غادي تقبل لي هذا الشيء من الداخل. مازال غنشوفوا هذا الشيء اون ديتاي معكم من بعد. هنا كيقول لك اودي واخا عندنا هاد لي زيليمون، هادو هما لي زيليمون دو سسبنسيون يوتيليزيو داكشي، واخا كاينين هادو عندنا حوايج اخرين حتى هما كيساهموا في امتصاص هادوك لي فيبراسيون. شنو هما؟ هما لي بنوماتيك اللي هما لي غو، لي بار اونتي غولي يعني البار ستابيليزاتريس او البار سوكوس، لي زامورتيسور، لي سياج يعني لي كوسان على شكل ريحو، حتى هما كيمتصو لي فيبراسيون، لي بوتي. لي بوتي هي كنقولو بوتي على اي بياسة كتحبس ليا بياسات اخرين بلوكياهم، كنسميها بوتي. عاد لي سيو دو تورسيون يعني لي سيو بحد ذاته كيمتص لي فيبراسيون، يعني حتى هادو عندنا كلشي، يعني هاد لي بيس لي هنايا زائد هادو لي هنا كلهم كيساهموا في امتصاص لي فيبراسيون لي كيكونوا بسبب الطريق. دائما نتوما خاصكم تحضروا في الدماغ ديالكم انه اول بياسة عندي في الطوموبيل تمتص لي فيبراسيون هي اش، شنو هي هاد لا بياس؟ شي واحد فيكم يجاوبني؟ هذا اللي يتكلم دابا راه ما سمعناش الصوت ديالو. شي واحد فيكم يقول لي شنو هي اول بياسه تساهم في امتصاص لي فيبراسيون بسبب الطريق؟ شنو هي هاد لا بياس؟ وهم اللي هو كيتقطع صوتك، كيتقطع الصوت، ما سمعناكش، عاود. سيد لامورتيسور، لا لي غو، الرويد هما اول بيسا تساهم في امتصاص لي فيبراسيون ديال الطريق، هما لي غو. كنقولوا لي غو اولا كنقولوا لي بنوماتيك، لي بنوماتيك لحقاش فيهم لي بنو. سي بون، عندنا
les éléments élastiques mécaniques, comme le ressort hélicoïdal ou hélicoïdal, ce sont les éléments élastiques les plus utilisés. C'est la compression des ressorts qui permet le débattement de la roue. Sur certains véhicules, il peut être aspire variable afin d'avoir plusieurs degrés d'amortissement. هنا بالنسبة للروسور واحد القضية باش نوضحها لكم. الروسور فاش كيتقلص كنقولوا كيدير لا كومبريسيون، فاش كيتمدد كنقولوا كيدير لا ديتونت، كومبريسيون اي ديتونت. هاد الروسور هذا اللي ما كردوش ليه البال انه فاش كي تضغط او لا فاش كيزيد في الطول ديالو، يعني كومبريسيون او لا ديتونت، هو كي تفتل، يعني هاد لي سبير ديالو، هاد الدورات ديالو كيدورو كدور الدوره على هاد الفتله، كيتفتل على راسو وهو راه ما كيبانش لينا. الا مشينا حتى مثلا شدينا ان غوسو ياك وحطيناه فوق لا طابل ودرنا واحد النقيطه ديال لا بينتور صباغه، درناها في واحد قدامنا هنايا وركني عليه بالجهده ولا حطيني عليه الثقل ولا هذا، غادي يتجمع الروسور وغادي تبان لنا انه هذيك النقطه ديال الصباغه كدور، غتبان لنا انه كدور ديك الساعه فاش غادي نشوفوها كدور لداخل ولا لبرا، غنفهموا انه راه هو كيتفتل. ولا مشينا تجبدناه بحال ما هكا وزدنا ليه في الطول كدور في الاتجاه المعاكس. هذيك الدوره سواء لداخل ولا لبرا هي اللي كنسميوها لا تورسيون، لانه كيتفتل. بالنسبه لا بار دو تورسيون راه دوينا عليها سابقا، كدير نفس الخدمه ديال الروسور بحال الروسور، غير مختلفينهم غير في الشكل. ولا بار دو تورسيون عندها دي كانيلور هاد الاسنان، وكاينين في بعض لي فييكول انه كنديروا ليها الريغلاج، كنركبوها وكنديروا لها واحد، يعني كنركبوها وكندير لها واحد الريغلاج معين. كل ما زدتي زيرتيها يعني كتزيد كتدفع الرويدة لتحت مزيان، كل ما رخيتي ليها كتهز الرويدة من الارض. ولا بديتو البال لهنايا عاطينك الاستعمال ديال هذيك لابار في لاريير اسيو لاريير، والاستعمال ديالها في ليسيو افون. وكيف ما قلت راه هي مع هاد الروسور اليكويدال، كنقولوا اليكويدال او لا كنقولوا غصو ابودا، غصو ابودا. انا ما استد بالنسبه للكراج كنا كنقول لا بودان، ما كنقولش الروسور. هي هادي غصو ابودا. بطبيعة الحال هاد لابار كتكون بالنسبة للشاسي كتكون فيكس، والريغلاج كيكون على برا، يعني في لو برا دو سسبنسيون اللي شاده فيه تما فين كندير ليها الريغلاج. كيف ما دايرين لكم هنايا، سو سيستيم permet généralement un réglage de la hauteur de la caisse. يعني هذا السيستم ديال لا بار دو تورسيون كيسمح لينا بالريغلاج ديال لا هوتور ديال لا كيس، يعني كل ما زيرتيها هذيك لا بار، كل ما زيرتيها الرويده كتبدا هابطه لتحت، الطوموبيل كتهز، كل ما رخيتيها كتولي الطوموبيل كتهبط. يعني انت كتقدر تحكم
في العلو ديال السيارة عن طريق الريغلاج ديال هاد لابار هاد. وغادي نرجعو هذيك لا هوتور راه كنا دوينا عليها في واحد الحصه سابقه حضوريا، وقلنا انه راه فاش ان كل سياره عندها الريغلاج ديال لا هوتور ديالها خاص، وكاينين من السيارات اللي ممكن يعني نديرو ليهم الريغلاج ديال لا هوتور، وكاينين بزاف ديال السيارات لا يمكن دير فيها الريغلاج ديال لا هوتور، عندها هي هوتور فيكس. يعني الا تبدلات لا هوتور فيها الديفو بالطبيعه حتى غتكون ناقصه، خاصك تشوف فين عندك الديفو هذوك لي زيليمون ديال لي زيسيو كيتبدلوا. هادشي اللي كاين. عندنا لي غوسو غالام كيف ما قلتي كيكونوا غير في لي فيكول اندستريال لي بوا لور. انا دابا عندي لابار اونتي غولي، وهاد لابار اونتي غولي اللي هي يعني هي اللي كنقولها بار سوكوس، هادي راه مستعمله في الحديد الجديد بزاف، عارفين انتم. خلاص يمكن انا لابار سوكوس هنايا، لابار سوكوس مخبيه وسط هاد لي سيو. هاد دابا اسيو اون تورسيون، هاد لي سيو كنقول لي اسيو اون تورسيون، عندو لي زامورتيسور ديالو، عندو الروسور ياك، وعندو هاديك بار سوكوس كاين هنا لداخل، هي هادي باينه ليا هنايا. هيا ديزا هي الداخل وسط. سي بون، اسكو فو زافي دي كيستيون؟ ها هو الشكل ديالها. وغالبا هاد لابار سوكوس او لابار اونتي غولي او لابار ستابيليزاتريس، يعني اي سميه في هاد الثلاثه قلتيها صحيحه، عمرها ما كتكون مقاده، دائما كيكون عندها واحد الشكل هندسي معين بحال هكا. يعني دائما كيكون عندها واحد الشكل هندسي معين، وغالبا كيكون بحال ما راكم شفتوها خلاص في لاتيولي، عندنا وحده القدام وعندنا وحده في اللور في جيبلي، عندنا في لاتيولي. سكو فو زافي دي كيستيون؟ غنحاول انني نحبسو هنايا ان شاء الله. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je suis informé. Les autres font. Finalement, les autres, vous êtes tous jeux. Ah, merci. Je suis en train de vous connecter, mais je suis en train de vous connecter. Je suis en train انا غنحاول باش نتيلي شارجي هاد الحصه اون بارطاجيها معكم في الجروب ديال الفيسبوك ان شاء الله. شكرا يا الله اعانكم الله. شكرا الله يعينكم.